مرحبا مواليد برج الحوت، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 14 للأحد 20 أيلول سبتمبر؟ هيدا الأسبوع في عنا شمس موجودة ببرج العذراء، اللي هو البرج اللي بعكسكم، يلي بيواجهكم الدائرة الفلكية. وهذا الأسبوع في عنا قمر جديد نيو مون بيخلق ببرج العذراء، وذلك الخميس الساعة 11 الظهر توقيت العالمي، يعني 2 الظهر توقيت بيروت. في عنا ولادة لعلاقة، يمكن طي صفحة لعلاقة والانطلاق بعلاقة جديدة. أسبوع بعتبره كتير مهم، لكن بيطلب من مواليد برج الحوت الدقة في التعامل مع الأمور. أسبوع منه سهل 100%، أسبوع بدكم تشتغلوا فيه بحذر وبانفتاح وبعدوا عن المشاكل كليا. بدكم تكونوا كتير مرنين وتتقبلوا أو تطنشوا عن الكثير من الأمور يلي منا على ذوقكم. خلونا نبلش التنين والتلاتة. التنين 14، التلاتة 15 أيلول سبتمبر. القمر موجود ببرج الأسد يلي هو بالنسبة لكم البيت السادس. في شغل كتير، في شغل، في تعب، في احتمال يكون في تعب جسدي، في يكون تعب صحي، في شغل بمعنى مهنيا، أكاديميا، عائليا، منزليا، شو ما كان. في واجبات كتيرة، في كذا شغلة عم يشغل عليها بالوقت نفسه. هالشي بيخلق عنكم تعب وبتحسوا حالكم انكم ما عم بتلحقوا وبتضطروا تعجلوا. العجلة بتسبب مشاكل، بتسبب أخطاء، فبدكم تنسقوا أوقاتكم وتبلشوا بأولوياتكم. بدكم تنتبهوا لصحتكم أيضا. التلاتة الساعة 10 إلى 3 المساء توقيت بيروت صيفي، 7 إلى 3 المساء توقيت العالمي، القمر بينتقل لبرج العذراء. تدخلوا بفترة برج العذراء 48 ساعة تحديدا حتى الخميس الساعة 10 المساء توقيت بيروت الصيفي. فترة وجود القمر ببرج العذراء هي فترة تحديات، خلالها بيخلق القمر يوم الخميس الساعة 11 توقيت العالمي صباحا. كل هالفترة، فترة التحديات وولادة القمر ببرج العذراء اللي هي مرة بالسنة بتكون، وكأنها عم بتحط النقاط على الحروف لعلاقة ما، يمكن ارتباط عاطفي، يمكن ارتباط مهني، يمكن مسألة قضية قانونية، انتبهوا من مخالفة القوانين. بعض الأشخاص يمكن تتطلق، بعض المواليد يمكن تتجوز، يمكن يكون في عمل جديد، يمكن تخسروا عملكم، يمكن في وظيفة جديدة. هنالك طي لصفحة عمرها حوالي يمكن 6 أشهر أو أكثر وبدء صفحة جديدة. هنالك توتر، هنالك قلق، هنالك هواجس. بدكم تخلوا القلق على جنب، بدكم تخلوا المزاجية على جنب، وإلا بتسببوا لحالكم نوع من تأزيم، تتأزم الأمور وبتتضخم. فكونوا جدا حذرين، خلوا البسمة على وشكم وكونوا متفائلين بقدر المستطاع. الخميس الساعة 10 المساء توقيت بيروت بيترك القمر هالمعاكسة برج العذراء وبينتقل لبرج الميزان يلي ضحوك شوي، الأريح بالنسبة لكم شوي، وبيبقى ببرج الميزان حتى السبت الساعة 9:35 دقيقة المساء توقيت بيروت. هيدي الفترة اللي مساقبة ويك اند تطلب منكم انه تكونوا منتبهين، مش ما فرقانة معكم، بالعكس يمكن تضطروا تشتغلوا بهالفترة لتصلحوا الأخطاء وتردوها لمجراها الطبيعي، لأنه هي فترة إعادة المياه لمجراها الطبيعي للعلاقة اللي تخربطت، يمكن مع أولادكم، يمكن مع أهلكم، يمكن مع شريككم الحياة. بدكم ترجعوا تردوا الأمور لمجراها الطبيعي. فترة جيدة أريح من فترة وجود القمر ببرج العذراء. السبت الساعة 9:35 دقيقة المساء توقيت بيروت الصيفي ترتاحوا، لأنه القمر بيوصل لبرج العقرب، وهي هي الفترة يلي بعتبرها الأفضل لألكن، الأنجح لألكن والأكثر حظا. تستمر كل يوم الأحد 20 أيلول سبتمبر. بيبدأ الأسبوع بتعب، بينتهي بفرح وانفراج. نسقوا شغلكم المهم على هيدا الأساس. الأقل حظا بده ينتبه جدا بهالأسبوع هو 9 و10 أدار مارس. بدي أتمنى للجميع أسبوع حلو. الأبراج اليومية بتعطيكم المزيد من التفاصيل. شكرا لكم، باي باي.